السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا متتبعي قناة زين بهانين، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم في هذا الفيديو تورتة باردة ما كتحتاج طيبوا الكيك، فقط بيسكوي جاهز اللي كناخدوه من المحلات بكريمة جديدة وكذلك بجلاساج اللي غادي يعجبكم إن شاء الله. إن شاء الله نطرقوا للمكونات، الكل في المتناول بدون تعب بدون مجهود. بالنسبة للمكونات غنحتاج جوج علب على حسب المول اللي عندكم. هنا أنا غنستعمل تقريبا واحد علبة ونصف من هذا البسكويت الجاهز، وكذلك عندي كريمات شونتيي أي كريمة بغيتو. غنحتاج معاه تقريبا واحد كاس ونصف ديال الحليب، وغنحتاج كمية من السكر الثقيل، وكذلك جوج علب دانيت كراميل. بالنسبة لهاد الكريمة الكل كان في المجمد، لا الحليب ماشي تجمد، مبرد مزيان الحليب، العلبة ديال الكريمة وكذلك حتى ياغوت. غادي نفرغ على الكريمة جوج أو كأس ونصف عفوا ديال الحليب بارد، بإمكانكم تعملوا 4 لتر. غادي نخدمهم شوية وصيل كذلك جوج معالق كتبقى على حسب الحلاوة في حد إلا بغيتو تضيفوه. غادي نخلط شوية ومن بعد غادي نضيف جوج علب ديال الفلون كراميل، كيعطي مذاق وكيهرس لينا حتى اللون ديال الكريمه، ما كيبقاش ابيض ناصع. المهم اللي بغى يضيف حتى في عوض هاد دانيت يعمل الحليب المركز المحلى واحد جوج معالق كبار او النصف ديال العلبه. هنا ضفت هاد الفلون وغاديه نحرك مزيان، ومن بعد غادي نغطي الاناء بالبلاستيك الغذائي وغادي نضعو في الثلاجة باش يبرد مزيان على ما وجدت المول وكذلك البسكوي. أسهل طرطة في المتناول لا من ناحية المكونات بدون تعب، كتحضر بسهولة، غير كتبغي وقت أنها تبقى. من الأحسن إلا خدمتوها اليوم تبقى لكم حتى الغد. كتبغي هكا الكريمة أنها تكون باردة بزاف لدرجة أنها خاصها تقساح باش نخويو فوق منها الكلاصاج بلا ما تسيح لينا. كيف ما كتشوفو كنخدمو حتى كطلع الكريمة وكتكون متماسكة مزيان. دابا غادي نغطيها ونوضعها في المجمد. بالنسبة للبسكوي هنا فرغت غير علبة كيف ما كتشوفو. غناخد واحد السائل اللي هو من تقريبا واحد نصف كأس او حتى الكأس الا ربع ديال الحليب بارد، مع معلقة هكا ديال الكاكاو، معلقة كبيرة ديال الكاكاو. غادي نخلطهم وغادي ندهن. انا هاد لي بسكوي اللي وضعت في الاناء في الاسفل راني حتى دهنته هكا بالبانسو هكا من الاسفل، عاد وضعته على هاد الصفيحه او هاد المول. من بعد غادي ندهنو حتى من الفوق هكا. انا ما وضعتش القطع كلها في هاد السائل باش ما تجيش فازقه بزاف، لان غط وضع في المجمد وما غادي ان شاء الله ناكل واحد حتى الغد. اكيد غادي ترطب مع المجمد مع الكريمه مع هاد الدهنه اللي دهنتها خفيفه، يعني الا بقات لكم حتى الغد راه غتجيكم رطبه. من بعد غادي نبدا نضيف الكريمه وغادي نقاد السطح باش نوضع البسكوي في الطبقه الثانيه. كاين اللي يبغيها كيفضل القهوه سريعه الذوبان في عوض هاد الكاكاو، كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. غادي نعاود نضيف الكريمه ونغطي السطح كيف ما كتشوفوا، نقادو يكون مستوي باش نضيف الطبقه الثانيه. المهم دابا غنهضر معكم على الكلاصاج لان ما غيكونش الوقت باش نهضر معكم عليه على المكونات. الكلاصاج انا هنا غنستعمل غير الحليب، اللي بغى يستعمل القشده الطريه او لا كريم فريش ديال الحلوى غياخد مثلا واحد
تقريبا 100 غرام ديال القشدة الطرية، غناخد معاه 200 غرام ديال الشوكولا. ولا خدينا هكا مثلا الحليب السائل اللي غنستعمل نيت انا، لان كنعبر بالغرام، خديت واحد 100 غرام ديال الحليب، تغيروا الميزان غيروه للغرام. غتاخدوا معاه كذلك 200 غرام ديال الشوكولا، مع واحد 3 الورقات حتى 4 ديال الجيلاتين، مع معلقه الزبده. هذا هو الكلاصاج، المكونات ديالو دائما السوائل، كتكون الشوكولا مضاعف الكميه ديالهم. الشوكولا اي نوع حبيتو، من الاحسن يكون الغني هكا بالكاكاو، كيكون زوين. ندهن الطبقه الثانيه، وغاديه نعمل الكريمه اللي بقات ليا، ونقاد السطح، وغادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي هذا المول كامل، وندخلو المجمد حتى تقساح الكريمه مزيان، عاد ديك الساعه نفرغ فوق منه الكلاصاج اللي غادي نحضر. كيف ما شفتوا داك السائل اللي بقى ليا ديال الحليب والكاكاو اللي دهنت بهم البسكوي، انا ضفتهم هنايا تقريبا. هنا درت بالقياس ديالهم، ضفت واحد 100 غرام ديال الحليب، ضاعفت الكمية. أنا بالنسبة لي أنا ضاعفت الكمية، درت 200 غرام حليب ودرت 400 غرام شوكولا، لأن المول الحجم ديالو كبير. وحتى لبقى هاد الكلاصاج راك تحتفظوا بيه في الثلاجة، ما غيخسرش لكم، غير في الثلاجة في الأسفل، الوقت اللي كديروا شي كيك هكا راك تسقيوه بيه. وضعت الحليب سخان هكا، الورق ديال لاجيلاتين واحد 3 الورقات اللي عملتهم في الماء حتى هكا رطابو، انا وضعتهم في الحليب على البوطه حتى ذابو مزيان. الشوكولا عندي هاد النوع، من نوع جيد ديال الشوكولا، وهاد الاخر الشوكولا العادي. المهم كاين شوكولا اللي غيعطيك واحد المذاق زوين للكلاصاج، كيكون شويه مر. غادي نخلط هاد المكونات بعد ما سخن الحليب مزيان لدرجة الغليان، حيدته على البوطة، ودابا ضفت ليه الشوكولا وضفت ليه الجيلاتين، حركت مزيان. غادية نكمل الكمية، لأن كما قلنا الوصفة كتبقى مضبوطة من ناحية الحجم، وكذلك العبار ديال الحليب وديال الشوكولا، باش تجيكم ناجحة. من بعد ما داب ونخليه شوية يبرد غير شوية، صافي كنفرغوه فوق المول. كيف ما شفتوا كيجي واحد الكلاصاج لامع، وكيجي كيتجبد الاستيكي. دابا تشوفوا ان شاء الله في اخر لا فيديو، كنوضعها في الثلاجه حتى لغد، عاد ديك الساعه غادي ان شاء الله تقدروا تقدموها لوليداتكم. كيف ما شفتوا كتجي رائعه ورطبه، والكلاصاج هكا كيتجبد. أتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم، إلى اللقاء فيديو جديد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.